السلام عليكم مشاهدينا وأهلا بكم في لقاء خاص. لها ألف بئر وجملة مهام تشغل إمدادات الماء تحت الأرض وفوقها عند الطوارئ بصهاريج متنقلة. اسمها مرتبط بالمياه ومقرون بالصرف الصحي، فما حدود مسؤولياتها عن بنيته ماء الهشة؟ فزعة خوت ولنتعاون وغيرها حملات أطلقتها الشركة العامة للمياه والصرف الصحي في المدن المتضررة ولذوي الدخل المحدود، فإلى أين وصلت؟ تعالج غرق الشوارع في الشتاء وتشغل بعض الإمدادات القائمة إلى حين قيام ذوي المسؤوليات بمسؤولياتهم تجاه البنية المنهكة، فإلى متى تظل منهكة؟ شركة المياه والصرف الصحي كيف لم تنقسم كسائر الأجسام تحت الأزمات المتعاقبة؟ وكم منطقة تغطي وكم منطقة تعاني؟ ومن الأكثر مسؤولية عن معاناتها؟ ومتى تعود المياه إلى مجاريها في المسار الشرقي؟ ثم ماذا عن رواتب موظفيها وشكاوى قلتها مقارنة بسائر القطاعات؟ وأيضا ما واجهة هواجس عطش البلاد مستقبلا؟ للإجابة عن هذه التساؤلات وغيرها ينضم إلينا هنا في الاستوديو رئيس الشركة العامة للمياه والصرف الصحي السيد رفيق أبو السيد. أهلا بك يا سيد رفيق. أهلا وسهلا بك. بداية أو تأسيسا في هذا اللقاء، يعني مهام شركة المياه والصرف الصحي المتعارف عليها هي تشغيل وصيانة ما هو قائم إلى حين استكمال البنى التحتية من قبل جهات الاختصاص، وأيضا شفط مياه الأبار، وأيضا توزيع صهاريج المياه عند انقطاعها على المدن، وأيضا مساندة المناطق والمدن المختلفة عند الكوارث. هل هناك مهام أخرى للشركة؟ لا، إذا ما ذكرت أنت طبعا هي شركة عامة، المهام تشغيل وصيانة منظومة المياه والصرف الصحي داخل ربوع ليبيا بالكامل. طبعا من مهامها هي صيانة المختنقات، شفط المختنقات، توزيع المياه بالصهاريج أثناء انقطاعها، توفير خدمات المياه سواء كان سيارة نقل المياه أو حتى بالسيارة الشفط الصرف الصحي. طبعا هذه هي مجمل مهام الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى جباية أو تحصيل الإيرادات مقابل الخدمات اللي تقدم فيها هذه. نعم. طيب غالبا الناس يعني يحملون الشركة مسؤولية البنية التحتية المهترئة والسيئة للمياه وأيضا للصرف الصحي التي تبدو طبعا أكثر وضوح خلال فترة الشتاء. الدافع ربما أن المشكلة مرتبطة باسم الشركة، لكن أين حدود مسؤولية الشركة بحسب المهام المناطة بها؟ والله زي ما تعرف ويعرفوا السادة المشاهدين، الشركة طبعا أسست في 2008 واستلمت مهامها في 2009، ونعرف أن المنظومة أو الشبكة بصفة عامة في ليبيا كلها متهالكة من فترة قديمة يعني، وإحنا كشركة اشتغلنا على صيانة المنظومة هذه، وحاليا تشتغل المنظومة بكفاءة توصل ل 60% سواء كان في الصرف الصحي، أما بالنسبة لمنظومة المياه كفاءتها حتى ممتازة جدا، تقريبا إحنا نغطوا في كافة المواطنين الليبيين بالمياه داخل المدن طبعا بصفة عامة. وضع شبكة المياه ممتازة. الصرف الصحي تعاني من بعض المشاكل طبعا زي ما قلت لك، المشاكل اللي لها سنوات يعني ومعروفة عند الجميع، هي تعطل منظومة معالجة المياه الصرف الصحي اللي مسببة تلوث كبير، بالإضافة إلى تعطل بعض محطات الرفع ومحطات الضخ. حاليا في ظل حكومة الوحدة الوطنية فيه شغل كبير في منظومة الصرف الصحي، حيكون في افتتاح محطات خلال الأيامات القادمة إن شاء الله بعون الله تعالى، كذلك معالجة مياه الصرف الصحي لحد من التلوث يعني نسبيا. هي الإشكالية قديمة طبعا، لها عقود أكثر من 30 سنة أو 40 سنة، فمن الصعب أنك أنت تحلها في فترة سنتين أو ثلاث سنوات، لكن حاليا نشتغل عليها. محطات المعالجة فيها تعاقدات وبادين في صيانتها وفي تشغيلها، محطات الرفع كذلك عتية فيها صيانات وعمرات كاملة، وحيكون خلال الأسبوع القادم حيكون في افتتاح بعض المحطات. وزي ما تعرفوا يعني حكومة الوحدة الوطنية الهدفها خاصة في سنة 23 أن تكون في مشاريع كبيرة في معالجة مياه الصرف الصحي. طيب بشكل واضح للمواطن، هل الشركة مسؤولة عن رداءة البنية التحتية؟ لا، هو استلمناها استلام، احنا طبعا مش مسؤول عليها، بان الشركه تستلم وتشغل في منظومه بعد ما يتم انشائها وتجهيزها من اجهزه اخرى يعني. حاليا طبعا تعرف الظروف اللي مرت بها الدوله في السنوات هذه، وفي السابق ما كانتش فيه صيانات كبيره، ما كانتش فيه حتى شبكات، ما كانتش فيه امداد للمياه، فهذه اللي اثرت على المنظومه حاليا. احنا سنه 23 زي ما ذكرت لكنا في نهضه حتكون كبيره وفي مشاريع ضخمه في مجال الصرف الصحي تحديدا، في الصرف الصحي تحديدا المياه
احنا طبعا عندنا انتاج مياه كبير جدا، نوصل ل 700 مليون متر مكعب سنويا، وهذا انتاج كبير في المياه، سواء كان من عن طريق جهاز النهر او عن طريق الشركه العامه للمياه والصرف الصحي، بالاضافه الى الشركه العامه تحت المياه. اما في مجال الصرف الصحي المستهدف لسنه 23 ان احنا كيف نطلع من اشكاليه التلوث وتشغيل محطات المعالجه، وفي شغل كبير في الموضوع هذا عن طريق حكومه الوحده الوطنيه ان شاء الله. نعم، اذا مهام الشركه هي تشغيل هذه الامدادات وايضا صحيح. تقديم الصيانه اللازمه لها فقط. الصيانه في الصيانه الطارئه الحاليه يعني، اما المشاريع المستحدثه او المخطط الموضوع في الشبكات فتكون هذه من اختصاص جهاز كان المرافق. نعم، طيب في 20 من يوليو الماضي حدث انفجار في خط امداد المياه بنغازي إجدابية بسبب توصيلات مخالفة من قبل أحد المواطنين صحيح. نتحدث بتفاصيل أكثر عن انفجار هذا الأنبوب. والله كانت يوم الخميس هي طبعا في الفجر صارت الانفجار. طبعا احنا كشركة كان لنا دور كبير وتوجهنا، احنا طبعا نشتغل مع جهاز النهر كفريق واحد والهدف هو توصيل المياه للناس يعني. نعم. توجهنا بكافة آلياتنا للمنطقة الانفجار، وقمنا يعني بأكثر من 3750 رحلة شفط، بحيث أن احنا فرغنا وهيئنا المنطقة بالكامل لبدء أعمال الصيانة بأسرع وقت، والحمد لله نجحنا في الموضوع هذايا. كانت خلال 3 أيام طبعا كمية المية كانت كبيرة، وصلت لأكثر من مليون متر مكعب يعني اللي تم تسربها، وإحنا شفطناها كلها بالكامل وفرغنا الأنبوب بالمياه وهيئنا المنطقة بالكامل لجهاز النهر لأعمال الصيانة، وحاليا تقوم أعمال الصيانة ومستمرين فيها وبعون الله يعني خلال. نعم، طيب في المقابل أطلقتم حملة فزعة خوت لتزويد المناطق المتضررة بالمياه مثل إجدابية وزويتينا وسلوك أيضا، يعني أين وصلت هذه الحملة؟ والله احنا اشتغلنا فيها طبعا إجدابية وزودناها بالمياه، اشتغلنا على الجهات العامة، على المساجد، على الدور الرعاية، على المستشفيات، على العيادات، حاولنا كيف نوصلهم المياه بالكامل، والحمد لله يعني نجحنا فيها، وحتى الرضا الموجود حتى بعض المواطنين وصلنا لهم، حتى كذلك اللي ذوي الدخل المحدود وصلنا لهم المياه عن طريق الصهاريج. انطلقنا من إجدابية لزويتينا لسلطانة لعدة مناطق مستهدفين مستمرين لحين ارجاع المياه أو استكمال صيانة الأنبوب ورجع المياه للمدينة إجدابية بإذن الله. نعم، طيب يعني سيد بولسين، تقريبا هنا نتحدث عن كم منطقة وكم مدينة متضررة بسبب هذا الأنبوب؟ هي من مدينة إجدابية إلى غاية ساحل بنغازي، غاية مدينة بنغازي، حتى مدينة بنغازي تضررت بالانفجار، أن الخط هو ناقل لمدينة بنغازي. طبعا غير بس مدينة بنغازي عالجناها، كان في خزان لتخزين المياه اللي يتبع مشروعات استثمار النهر الصناعي، واستغلناه واستفدنا منه بضخ كميات مياه لمدينة بنغازي بحيث ان احنا نحافظ حتى على المياه للناس في مدينة بنغازي. اما المناطق المضطرة زي سلوك، زي زويتينا، زي سلطانة، زي إجدابية، هذه مضطرة ان ما عندناش مورد المياه لها يعني. طيب هذه الحملة تستهدف كم مدينة من ضمن المدن المتضررة؟ كافة المدن. نعم، 8 مدن تقريبا؟ اي تقريبا هيك. زويتينا، سلطانة، عندنا إجدابية، كافة مسلوق، غيرها، كل المدن اللي عليه خط مباشرة لمدينة بنغازي يعني. نعم، طيب الآن أي المدن التي ما زالت تعاني يعني من غياب المياه بسبب ما حدث؟ هي مدينة سلوق أكثر شيء تعاني، بحكم أنها بعيدة ومش مرتبطة بمدينة، حتى المسافة يعني بعيدة، فهي تعاني. احنا حاولنا نشغله، عندنا 6 آبار موجودة شغلناها، وفرنا لها خط مية طبعا طريق جهاز النهر الصناعي بحيث ان ندخلها مية، لكن انت عارف الكثافة السكانية وكمية المية في خزان بنغازي يدوبك يعني اللي يكون المدينة نفسها يعني، لكن سعيين في الكلام هذا بإذن الله. نعم، طيب ما هي البدائل التي كانت قائمة قبل إطلاق حملة يعني فزعة خوت؟ لا، هي ما فيش بدائل، هي كانت في مجموعة آبار زي ما قلت لك في مدينة سلوك، كانت فيها مجموعة آبار محلية، كانت طبعا قديمة هي الآبار هذه، احنا شغلنا منها 6 آبار لقيناهم يشتغلوا، شغلنا منها 6 آبار لكن ما تغطيش كمية الاستهلاك يعني. تتكلم على مدينة سلوك كثافة سكانية يعني 6 آبار تشيطها بسيطة جدا، ما تغطيش الكمية لأنك أنت توفر مية للناس كلها بالكامل يعني. نعم، نغطوا بعض الجهات العامة، بعض المساجد، بعض
المستشفيات والعيادات الصحية، هذه اللي غطيناها يعني. نعم طيب، يعني بحسب التوقعات متى يمكن أن تنتهي هذه الأعمال وبالتالي تعود المياه مرة أخرى إلى مسارها الطبيعي وتصل إلى المواطنين بعيدا عن كل هذه الخطوات الآن المؤقتة؟ والله بعون الله، أنا أمس في تواصل مع المهندس أحمد الديب اللي قدم لنا التحية واللي كان له دور كبير حتى هو، وإحنا نشتغلوا في خط واحد. طبعا أمس كنت في تواصل معه ونتبع في موضوع الصيانة، فبعون الله يعني متوقع أن يوم الثلاث يعني حتكون فيها يبدأ بداء عملية الضخ للأنبوب إن شاء الله بإذن الله، إلا في حالة كان فيها أي شيء آخر يعني منع. لكن أعمال الصيانة تقريبا 90 أو 95%. الثلاثاء المقبل بعون الله تعالى إن شاء الله. نعم طيب، متى تصل المواطن تحديدا؟ والله مع نهاية الأسبوع إن شاء الله، هتكون الأسبوع القادم حتكون عند سواء كان في مدينة مغازي أو باقي المدن اللي طول الخط الساحل بإذن الله. نتحدث عن أسبوع أسبوع كامل يعني؟ بعون الله أسبوع كامل. نعم طيب، الشركة تكاد تكون من الأجسام القليلة التي لم تعاني من الانقسام على غرار أجسام كثيرة انقسمت إلى يعني شرق وغرب، منطقة شرقية ومنطقة غربية. ما السبب الأبرز في عدم انقسام الشركة؟ والله هي شركة شبعاً شركة تقدم في خدمات للمواطن وممتدة على شبكة كبيرة، شبكة مياه توصل ل 55,000 كيلومتر، شبكة صرف صحي توصل ل 6,000 كيلومتر. فطبعاً احنا كمسؤولين على الشركة، سواء كنت أنا أو حتى كانت المجلس الإدارة اللي كان سابق، بعدنا بكل البعد على التجربات السياسية وعلى المشاكل الموجودة، ويعني واشتغلنا على تقديم خدمة للمواطن، وهذا هدفنا. احنا نقدم خدمة للمواطن في كل مكان في ليبيا، هذا هدفنا. فما عندناش أي إشكالية أو مع أي جهة أو مع أي حكومة أو غيرها، فاحنا نشتغل لتقديم خدمة مياه وصرف صحي للمواطن بالإمكانيات المتاحة لنا، وهذا نعم. اللي حافظ على لحمة الشركة ووحدتها ولعدم انقسامها. نعم، وهذا كان واضح يعني في التعاون المشترك في حملة فزعة خوت من حيث مديريات الأمن من رأس جدير وإلى أيضا يعني إلى جدابية، إلى مدينة جدابية. طبعا هي الصهاريج انطلقت من الزاوية من المنطقة الغربية إلى غاية طرابلس لمصراتة لجدابية لحتى جال وغيرها، كل المدن فزعت أرسلنا صهاريج، وصلنا ل 40 صهريج قناهم لمدينة جدابية، هذا من يشتغلوا حاليا ويقدموا في خدمة للمواطن. نعم، هنالك جهات متعاونة ولكن في ذات الوقت هنالك بلديات لم تتعاون في هذا الأمر، لماذا برأيك؟ والله شوف، البلديات عندها رؤية أخرى في تقديم خدمات، يعني هي تحاول أن تكون الخدمات مناطة بالبلديات. لكن زي ما ذكرت لك أنت، شبكة المياه 55,000 كيلومتر، يعني المية إحنا ما عندهاش منبع من داخل البلدية، منبعها من خارج البلدية. كذلك الصرف الصحي، الصرف الصحي أنت تتكلم عليه منظومة 6,000 كيلومتر، أكثر من 200 محطة رفع، 24 محطة معالجة على مستوى ليبيا. فأنت من الصعب أنك أنت تعطي البلديات الخدمة هذه أو تقسم المنظومة هذه، أن هي أصلا مرتبطة ببعضها، فما تقدرش تجزاها. احنا حاولنا في المدة الماضية طبعا بتعليمات من رئيس الحكومة ووكيل وزارة الموارد المائية في حكومة الوحدة الوطنية، أن احنا تكون عندنا هيكلية موازية للبلديات، وجهزنا الهيكلية هذه وحاليا في العرض ونتناقشوا فيها. خلال المدة الجاية حتطلع الهيكلية بحيث أنها تكون لكل بلدية مكتب مياه وصرف صحي موازي البلدية أو مراكز خدمات داخل البلديات حسب الكثافة السكانية والرقعة الجغرافية. اشتغلنا عليها وهي شبه جاهزة بنسبة 95%. نعم. طيب، أبرز البلديات المعرقلة سيد بولسين والتي لم تتعاون معكم؟ لا، احنا ما نقولوش معرقلة، لكن ما كانش لها دور فقط يعني، لكن ما اغلب البلديات هدفها هي خدمه بلديتها، وزي ما قلت لك تكون الخدمه مناطبه هي يعني، لكن مش نقول احنا بلديات معرقله. احنا ما هي هذه البلديات؟ لا مش حدها بالاسم، لكن تسميت هذه البلديات؟ لا مش حدها بالاسم، لكن احنا نشتغل الخدمه للمواطن وللجميع يعني. نعم طيب، اطلقتم قبل هذه الحمله اللي هي فزعة خوت حملات اخرى مثل حملات لنتعاون التي كانت في مدينتي نالوت وغريان لذوي الدخل المحدود والايتام ايضا. اليوم نتحدث عن كم منطقه تعاني من غياب المياه في ليبيا؟ والله اقول لك، هي شوف بالنسبه للمياه بنسبه اكثر من 90% اغلب المدن الموجوده عندها مياه. احنا انت لو تلاحظ في من سنه ماضيه كانت مدن الجبل الغربي تعاني من شح المياه كبير، حاليا الحمد لله يعني مدن المياه كانت مش كافيه، لكن بنسبه قضينا حتى على العجز بنسبه 70 أو 80%.
مدينة طرابلس كذلك احنا شغلنا حتى الآبار الموجودة كلها شغلناها في حالة انقطاع مياه النهر، تكون عندنا بدائل، مدينة الزاوية عندنا، مدينة مصراتة، حتى في مدينة جبل في الجبل الأخضر، فشغلنا عندنا منظومة بالكامل، وتقريبا بنسبة زي ما قلت لك 90 أو 95% من المواطنين توصلهم المياه بعون الله، سواء كان عن طريق الشبكة أو عن طريق الصهاريج أو عن طريق الآبار أو عن طريق جهاز النهر أو عن طريق محطات تحلية المياه. طيب بالنسبة لمن يعني لا تصله المياه؟ والله يشوف، هي انت عارف ليبيا رقعة جغرافية كبيرة، واتساع اتساع الرقعة الجغرافية وتباعد المدن، تكاليف انشاء شبكات مياه مكلفة جدا، لكن احنا دورنا كشركة وكدولة وكحكومة ان احنا نقدم خدمة للمواطن، زي ما قلت لك يعني اللي نحاوله، حفرنا ابار عدد احنا تو في سنة 2023 عن طريق جهاز الحفر او عن طريق شركة المياه والصرف الصحي ووزارة موارد مياه، تجاوزنا لاكثر من 60 بئر حفرناهم في سواء كان في مدينة غدامس في الجبل الغربي في الجنوب في مدينة مرزق في مدينة سبها، حفرنا 6 ابار احنا كشركة مدينة سبها، يعني هذا كله احنا باش نزودوا اكثر انتاجيه المياه ونوصلوا خدمه للناس بالكامل في غات، حتى وكذلك حفرنا مجموعه ابار في تهاله في منطقه حتى الحدوديه البعيده، حفرنا في الجبل الاخضر حتى وكذلك عندنا موجوده بعض الابار حتى هي جاهزه حتى هي للتشغيل في مدينه بسلاتة تقريبا يجي 40 بيئة. طيب ما هي المدن التي تعانون يعني هنالك صعوبه في الوصول اليها؟ لا بالنسبة لنا كشركة ما عندناش أي صعوبة في أي مدينة، يعني أنا شخصيا جولت في جميع المدن الليبية وما عندناش أي صعوبة يعني في نعم. طيب يعني الانطباع الرائج لدى الكثير من المواطنين هو أن منظومة النهر هي المسؤولة عن كل إمدادات المياه، لكن شركة المياه لديها قرابة 2000 بئر موزعة على عدد كبير يعني من مناطق ومدن ليبيا، هذه الأبار الموجودة الآن تغطي كم مدينة أو كم منطقة تحديدا؟ بالنسبة لجهاز النهر، جهاز النهر يغطي في مدينة طرابلس ومدينة بنغازي المدن الرئيسية الكبيرة هذه، وبإضافة إلى مدينة جدابي والمدن المحيطة به، لكن الشركة العامة المياه والصرف الصحي منتشرة في كافة ربوع ليبيا، بالآبار نضخوا في ما يقارب عن 50% من كمية المياه المنتجة، نعتبر احنا أكبر منتج للمياه في ليبيا، طبعا النهر كان أكبر منتج لكن نتيجة لتضرر الابار الموجوده والتعديات عليها فانخفض الانتاج، فاحنا زودنا من انتاج الابار، حفرنا ابار اكثر، انتاجنا للمياه يوصل 700 مليون متر مكعب سنويا وكميه كبيره حقيقه للمستهلك، ونغطوا في اغلب المدن حتى اللي فيها عجز نحاول احنا كيف نجهزوا لها في ابار ونشغلوا فيها، وحاليا ماشيين كويس يعني. نعم. طيب الان يعني هنالك مخاوف لدى عدد كبير من المواطنين ايضا عن احتماليه معاناه ليبيا من العطش مستقبلا بسبب نفاذ كميه المخزون المائي في البلاد، هذه المخاوف الى اي مدى هي فعلا وجيهه او مستبعده ايضا في يعني من وجهه نظرك؟ والله كانت في حتى ندوه في الصيف من الاشهر الماضيه كانت لجهاز النهر عندهم دراسه بخصوص المياه الجوفيه، تعرف انت جهاز النهر معتمد على المياه الجوفيه يعني خاصة حقل السرير والخزان الجوفي، حسب الدراسات أن هي مياه متجددة يعني في مورد مائي لها، حسب الدراسات أن من أحد البحيرات اللي داخل المدن اللي في الدول المجاورة، خزان عندنا في غدامس حتى وكذلك يعني يعتبر خزان احتياط كبير من المياه، ما تعتقدش أنها حتكون في أزمة للمياه في ليبيا طالما الجهاز النهر يشتغل والشركة العامة المياه تشتغل إن شاء الله. طبعا في مقترحات بديله للحكومه هي انشاء محطات تحليه للمدن الساحليه هي للحفاظ على المياه الجوفيه، وفي تعاقدات عليها موجوده في بعض المحطات تشتغل، محطه عندنا في الزاويه تشتغل في القبه في المرج غيرها كلهم يشتغلوا محطات. طيب التحلية. هنا نتحدث عن مخزون يكفي لكم عام تقريبا سيد بولسين؟ لا ما او حلول ايضا ما قلتش، لا الحلول هي موجوده الحلول، لكن المده ما قلتش نعطيك، قلت حسب الدراسات الموجوده حاليا المياه متجدده يعني مش مياه جوفيه غير متجدده، يعني مياه متجدده فيها ليها مورد كيف تتغذى، يعني حتى منسوب الخزان الجوفي حسب الدراسه اللي طرحها جهاز النهر انه ما نقصش يعني في زياده، بالعكس في زياده و نعم فيش خوف يعني بعون الله تعالى. نعم يعني هل ترى هذه الهواجس يعني وجيهة أو غير وجيهة؟ لا شوف هي في العالم كله يعني المحافظة على المياه الجوفية لها أهداف استراتيجية يعني لها طويلة الأمد، فزي ما قلت لك الأهداف الموضوع حاليا من ظل حكومة الوحدة الوطنية أن يكون في محطات تحلية
للمدن الكبيرة زي طرابلس زي بنغازي زي مصراتة. طبعا طرابلس حسب المخطط الموجود حاليا والتعاقدات اللي موجودة حاليا في زوج محطات كبيرة، محطة انتاجيتها 500 ألف متر مكعب حتكون في شرق طرابلس، محطة أخرى في غرب طرابلس 200 ألف متر مكعب، في محطة في مدينة مصراتة 200 ألف متر مكعب، في بنغازي كذلك في خليج بومبا محطة بانتاجية 200 ألف متر مكعب. فهذه كلها هي مشاريع استراتيجية للحفاظ على المياه الجوفية. نعم. طيب في ذات السياق سيد بولسين، لديكم مشروع أطلقتم عليه مشروع استقرار الإمداد المائي، ما أبرز ملامح هذا المشروع؟ في أي مناطق ربما سيكون، وما هي المناطق المستهدفة يعني من هذا المشروع، وأيضا سبب إطلاق هكذا مشروع في ليبيا؟ هي كانت اللي تعاني أكثر مناطق، تعاني مناطق الجبل الغربي، كانت تعاني في نقص مياه جدا، يعني أغلب المدن في الجبل الغربي من غريان إلى غاية نالوت بإضافة مدينة غدامس كانت فيها إشكالية كبيرة في المياه، يعني حتى صهاريج المياه وصل سعرها 150 و200 دينار، المياه كانت شبه معدومة. يعني حاليا احنا اشتغلنا ووضعنا مستهدف ان احنا كيف نعتمد مجموعة أبار، وعندنا حتى بعض المشاريع اللي موجودة في مدينة في الجبل الغربي كامل، والحمد لله نجحنا فيها وحافظنا على استقرار الإمداد المائي طيلة سنة 21 و22 و23، ماشي الأمور كويسة وفي تزايد أكثر من هيك يعني. نعم. طيب يعني إلى أي مدى يبدو لكم الدعم الحكومي كافي لمواصلة تقديم الخدمة للمواطن؟ والله بالنسبة للشركة العامة، شركة عامة المياه والصرف الصحي، ذمة مالية مستقلة تعتمد على مصروفاتها التشغيلية، على مرتباتها من الإيرادات تحقق فيها. يعني احنا ندخ ونقدمه في خدمات للمواطن للمستهلك سواء كان منزلي أو غير منزلي أو جهات عامة أو أنشطة تجارية، نقدمه فيها المواطن بمقابل، والإيرادات طبعا نعتبر فيها في ارتفاع مستمر. الدعم من الحكومة، في دعم كبير حقيقة من حكومة الوحدة الوطنية للشركة، وحتى الانطباع المواطنين وحتى الخدمات تحسنت في ظل الحكومة وفي ظل الدعم المقدم للشركة. نعم. طيب ما هي أبرز الأشياء الغائبة يعني لدى الشركة؟ ما هي العراقيل الموجودة لدى الشركة؟ والله يشوف الشركة أنشئت وفقا لدراسة. الشركة كانت طبعا تتبع في السابق في ما قبل 2008 كانت تتبع للشعبيات أو الشبيه بالمحافظات، يعني في السابق أنشئت بدراسة تجزل لتهالك البنية التحتية في ليبيا. طبعا دراسة كانت عن طريق مكتب استشاري إنجليزي هو اللي أقر بإنشاء شركة عامة للمياه والصرف الصحي، بحيث أن الشركة تكون هي المسؤولة على صيانة وتشغيل وكذلك تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي. طبعا كان الشغل كان كبير واشتغلنا فيها من 2008 إلى غاية 2010، كان في شغل واضح وكان في عدة مشاريع كانت قيمتها توصل 3 مليار. في 2012 صدر قرار من في الفترة هذيك من الحكومة أن المشروعات الخاصة بالشركة تنقل إلى جهاز الإسكان والمرافق، كانت قيمتها 3 مليار طبعا تمثل في خطة إمداد مائي كاملة لمنطقة مناطق ليبيا كلها بالكامل، كانت صيانة محطات المعالجة محطات الرفع فيما يخص الصيانة بالكامل، بالإضافة أن النهوض بالبنية التحتية للشركة يعني من مباني من مكاتب من مراكز خدمات في داخل المدن الليبية تم نقلها في 2012 وتوقفت عن المشاريع دي كلها، وقفت بالكامل. حاليا بعد النقاش مع رئيس الحكومة المهندس عبد الحميد اللي كانت له رؤية موازية لرؤية الشركة ترجع المشروعات، وحاليا نحن جاهزين لإرجاع المشروعات هذه للشركة بحيث نحن ننهض بالشركة من جديد وننهض حتى بالخدمات المقدمة للمواطن. نعم. طيب هنالك شكاوى من قبل الموظفين عن قلة الرواتب مقارنة بباقي القطاعات الأخرى في ليبيا. والله استاذي الفاضل، احنا لما او ما كلفنا بالشركه في سنه 2021 او في سنه 2020 كان فيه تاخر في المرتبات، كانت توصل 3 أشهر تاخر مرتبات، كانت فيه استقطاعات ضمانيه والتزامات للضمان وللضرائب وللتضامن من ضمن المرتبات. الحمد لله يعني احنا حاليا مرتب ينزل قبل حتى انتهاء الشهر، احنا مرتب شهر 7 صار فينا، فهمت؟ الإشكالية في ارتفاع الأسعار وارتفاع المرتبات في الدولة. طبعا احنا قدمنا مقترح، شكلنا لجنة وعدت مقترح، الشركة فيها 17,000 موظف في كافة ربوع ليبيا، درسنا كافة الموظفين درجاتهم مرتباتهم زيادة المرتبات. ما أبرز ملامح هذا المقترح؟ قدمنا للحكومة وجاهز المقترح حقيقة، وكان آخر لقاء الأسبوع الماضي مع رئيس الحكومة في اجتماع في خصوص
الإشكالية اللي صارت في مدينة جدابية وتكلمت عليه ووافق عليه رئيس الحكومة. نتوقع أن الأسبوع القادم حيكون فيه اعتماد المقترح هذا وحنفذوه في الشركة بعون الله تعالى. نعم، طيب يعني كيف تتعامل الشركة مع شكاوى الموظفين؟ والله الباب مفتوح لها، الموظفين كلهم بالكامل. عندنا مكتب إعلام له دور كبير، عندنا نقاط تواصل في عندها عن طريق مكتب الإعلام، عندنا مكاتب تانية حتى مكاتب العلاقات كلها تشتغل، وما فيش يعني أي إشكالية للموظفين إلا ما إحنا نحلوها. كانت في إشكالية في السابق كان في الترقيات في التسويات في التسويات الوظيفية بالكامل هناها بالكامل، الشغل ماشي بشكل سلس. عندنا لجنة إعانات للموظفين اللي في حالة قدر الله في الكوارث في الوفيات في المناسبات الاجتماعية، تقدم للمستندات المطلوبة ويتم صرف قيمة المخصصة لهذه. كذلك إحنا الشركة حاليا في صدد أو بدأنا فعليا في برنامج الرعاية الصحية، وهذه طبعا ميزة للموظف بحيث أنه بإمكانه في أي مدينة في طرابلس أنه يتلقى العلاج. بداية المشروع كان أو المقترح أو برنامج الرعاية الصحية كان ب 50% ل 50% طبعا تمثل في الكشف الطبي، أما باقي العمليات الجراحية والعمليات الكبرى وغيرها هذه كلها تكون تكاليفها على الشركة العامة المياه والصرف الصحي. نعم، طيب هل الشركة يعني قادرة على تحمل تكلفة زيادة الرواتب وحدها دون يعني الدعم الحكومي؟ بالتأكيد، احنا ما طلبنا بالدراسة وقدمنا المقترح إلا ما يكون عندنا الدعم أو عندنا القيمة اللي تغطي المرتبات. احنا مرتباتنا في حاليا توصل ل 24 مليون دينار يعني في قبل الزيادة. نعم، في المقترح المقدم حتكون 44 مليون دينار شهريا. يعني كم متوسط المرتبات؟ 1500 ل 2000 دينار، 1800 دينار تقريبا متوسط المرتب حيكون. هذا بعد الزياده الجديده. بعد الزيادة ان شاء الله. نعم، طيب طبعا قبل هذا المرتب الاساسي، عفوا سامحني، هذا المرتب الاساسي. يعني عندنا احنا بالاضافه في الشركه عندنا علاوه التمييز، يعني الشركه عندها عده مهام، هي طبعا المهام الاداريه العاديه بالاضافه الى المهام مياه بالاضافه الى مهام الصرف الصحي. طبعا كل مهام عندها علاوه التمييز خاصه بها، يعني اللي يشتغل في الصرف الصحي هتكون لي علاوه التمييز اضافيه 600 دينار شهريا، من 600 ل 400 ل 600 حسب المهام حسب الشغله في مجال الصرف الصحي. كذلك المياه اللي توصل ل 400 دينار، وبالنسبه للعمل الاداري توصل 250 و 300 دينار شهريا حسب الوظيفه اللي موجود فيها الموظف. نعم، طيب متوسط الرواتب كنا نتحدث عن هذه النقطه في الحالي قبل الزياده اتحدث. اي 700 دينار متوسط المرتب، يعني بعد الزياده حتكون 1800 دينار ان شاء الله بالإضافة إلى علاوة التمييز. يعني نعم، إلى أي مرحلة وصلتم مع الحكومة الآن وكيف كانت استجابة الحكومة في هذا الأمر؟ لا والله صراحة أنا نحب نقدم التحية للرئيس الحكومة الوحدة الوطنية اللي مهتم بشكل كبير بالشركة. من أول ما استلم كان فيه اجتماعات وكان فيه متابعة كبيرة واشتغلنا في تعرف أنت الشركة كانت وضعها يعتبر سيء جدا، لكن حاليا الحمد لله المرتبات موجودة، الدعم موجود، الخطط موجودة. عندنا خطة استراتيجية سواء كان في الصرف الصحي أو في المياه، خطة كاملة للشركة وطرحناها على رئيس الحكومة ووافق عليها، هي إرجاع المشروعات من ضمنها يعني إرجاع المشروعات للمياه والصرف الصحي للشركة، رفع مرتبات، رفع في قيمة التعريفة حتى هي عندنا إشكالية. إحنا قيمة التعريفة أقل من سعر التكلفة، تصور إحنا المياه متر مكعب المياه والصرف الصحي للمستهلك ربع دينار، يكلف في الشركة أكثر من 2 دينار، يعني بيعوا فيها بخسارة. فحاليا دراسة موجودة والخطة اللائحة موجودة، حيتم اعتمادها بمدة جاية بعون الله تعالى. ما الذي يؤخر تطبيق هذه الخطة؟ هل رد الحكومة بشكل رسمي مثلا؟ لا، مش هي متمش تأخيرها. احنا هي كانت في عدة إشكاليات زي ما قلت لك، موضوع المشروعات التنموية كان إشكالية كبيرة، مشروعات انتقلت لجهاز كان مرافق ما تمش تنفيذها، كانت فيها إشكالية في التغطية المالية. عندنا موضوع الدعم الشركة والتحصيل إيرادات، عملية تحصيل إيرادات وليه تحصيلها، تعميم التعريفة، هذه كلها كانت إشكالية عوائق. إذن أنتم الآن تنتظرون موافقة الحكومة؟ اعتماد بعون الله تعالى. اعتماد هذا المقترح بعون الله تعالى إن شاء الله. هل تلقيتم وعود يعني بموعد محدد؟ والله نتوقع خلال الأسبوع القادم عندنا افتتاح لبعض المشاريع اللي تم صيانتها عن طريق الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، هيكون فيها رئيس الحكومة حاضر، ونتوقع أن يكون في اعتماد لو سواء كان للائحة تقديم الخدمات بإضافة إلى جدول المرتبات الموحد بإذن الله.
نعم، إذا كنت معنا هنا في الاستوديو السيد مدير الشركة العامة للمياه والصرف الصحي السيد رفيق بولسين، شكرا جزيلا لك. شكرا. هكذا وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذا اللقاء، شكرا لكم على طيب المتابعة ودمتم في أمان الله. يعطيك الصحة. شكرا.